اتنين من السلف زعلوا من بعض، فقعدوا فترة ما يكلموش بعض. فقام واحد كتب رسالة، واحد منهم كتب رسالة لصاحبه التاني بقى، قال له: يا سيدي عندك لي مظلمة، يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفتي فيها. استفتي يعني اسأل، يعني اطلب فتوى. يا سيدي عندك لي مظلمة، فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة، إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمة. كتب له أبيات شعر عشان يصلحه. فبقول له: يا سيدي أنا في مظلمة عندك، احنا استفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يروي لنا عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة، عكرمة عن ابن عباس، عن المصطفى، وابن عباس سيدنا عبد الله بن يعني عكرمة روى عن ابن عباس، وابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله نبينا المبعوث بالمرحمة، إن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمة. بيقول له: احنا روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا إنه ما ينفعش اتنين يبعدوا عن بعض فوق ثلاث، ربنا حرم البعد فوق ثلاث. الحديث اللي أنا يعني قلت في مقدمة حديثي مع حضراتكم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل، لا يحل يعني يبقى حرام نحن نهجر بعض فوق ثلاث. تخيلوا في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها، إخوات مخصمين بعض من أيام المرحوم، من 7 سنين وهم بيوزعوا التركة. تخيلوا يا جماعة، تلاقي قرايب مقطعين بعض، بنات ما بيكلموش عمهم من أيام برضو المرحوم والتركة من 10 سنين. ليه كده يا جماعة؟ نضيع أعمالنا؟ يهون عليك، يهون عليك صلاة الفجر اللي صليتها النهاردة تضيع، يهون عليك صلاة الجمعة اللي انت صليتها ورحت الجامع وقاعد مربع رجليك والخطيب بيخطب، وربما الخطبة ما انت ما فهمتش منها حاجة، ربما انا كنت قاعد بسمع الخطبة مثلا ربما ما فهمتش حاجة وقاعد كأني متذنب. ها، يرضيك الاعمال بتاعتك اللي انت عملتها؟ يرضيك اليوم اللي انت كنت صايمه امبارح، اللي كان صايم الخميس ولا حاجة؟ يرضيك الايام دي تضيع كده، تضيع تعبك عشان الشيطان عمال يقول لك كرامتك 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 ايه؟ الشيطان عمال يوسوس لنا كده. وربنا بيقول لنا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مين يا رب القوم اللي انت بتحبهم وهم بيحبونك؟ ممكن تقول لنا مواصفاتهم يا رب؟ ده ربنا شاهد بأنه في قوم ربنا بيحبهم وهم بيحبوا ربنا. طب قول لنا مين دول يا رب نقلدهم عشان نبقى منهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، بدأ بالحب هو من عنده سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبون. ممكن تقول لنا وصفهم يا رب عشان نبقى منهم؟ الأذلة على المؤمنين. ايه أذلة على المؤمنين دي؟ ايه المشكلة؟ اخفض جناحي ليك، ده انت اخويا، يعني هزل نفسي وانا بزل نفسي لحد غد، ده اخويا، ايه المشكلة يعني انكسر كده قدام اخويا؟ ايه المشكلة يعني؟ شوف القرآن يقول لي عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل. طب امك اقعد تحت رجليها، اتزلل امك، اتنرفزت عليك شوية طبعا ما تتنرفز. تخيلوا بقى ان احنا في الازمة اللي انا بتكلم عن الشحناء، تلاقي واحد مقاطع امه، ده غباء ايه ده؟ والله العظيم، لا انا خلونا اتكلم معاكم بصراحة بقى من غير ما زوق الكلام، ده غباء ايه ده اللي تقاطع امها دي؟ ازاي تقاطع امها يعني؟ لا واخده موقف. تخيل بقى ان الام هي اللي بتكلمني، يعني الام هي اللي بتكلم: يا مولانا ولادي مقاطعني، ولادي مقاطعني. يا حاج ده على خطر عظيم، ده لو جملك المد دلوقتي ما يشموش ريحه الجنه، ده قضى ربك، ده قضاء من عند ربنا. ده يا اخي، ده احنا القضاء البشري، احكام القوانين يعني، اللي احنا مثلا المجلس الشعب بيسن قانون ويعتمد هذا القانون فخلاص بيتحكم بيه بقى ويبقى قانون، مش كده؟ يقول لك ايه، احنا ما فيش معقب على احكام القضاء. طبعا احنا بنحترم احكام القضاء، بتحترم احكام القضاء مش كده؟ طب وقضاء لما ربنا يقضي بقى
حكم. تخيلوا، حكمت المحكمة حضوريا على فلان، خلاص حكمت، بنمتثل. بنقول احنا بنمتثل لأحكام القضاء. طب وقضاء ربنا؟ وقضى ربك، ولا نقدر نتنفس ولا ناقش ربنا ولا اقول له اصل يا رب الموضوع، اصل يا رب في حيثيات كده، في حيثيات يا رب في الموضوع، ما فيش حاجة اسمها كده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما فيش حاجة اسمها ولاد مخصمين أبوهم ولا أمهم، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. مبلوعة شوية إن واحد مخصم أخوه، مبلوعة شوية، أصل هم في رتبة واحدة، في درجة واحدة. أنا وميدو دلوقتي قاعدين في الاستوديو، إحنا في درجة واحدة، أنا أخوه وهو أخويا. إنما ابني لا، إحنا مش في درجة واحدة، أنا أعلى منه، ده ابني. أبويا لا، أنا أقل منه، ده أبويا ما يتناقش معاه، أقول له سمعنا وأطعنا. ولو لا سمح الله جاء أب يحارب ابنه على الشرك عشان ابنه يبقى مشرك، القرآن قال فلا تطعهما، بس خد بالك وصاحبهما في الدنيا معروفا، منتهى المصاحبة. شوف أنت بتعامل صاحبك إزاي، بالحب والود، تعمل له تصنع له المعروف. يا سبحان الله، أيوة طبعا، ما فيش حاجة اسمها أصلا أنا مختلف مع أبويا، فيش حاجة اسمها كده، لازم الأمور تتحط في نصابها. هو عشان والدك سمح ليك إنك تتناقش معاك؟ لا. على فكرة يا جماعة، الروس مش متساوية والله. يا ولادنا اللي سمعيني دلوقتي في الإذاعة، أنت وأبوك مش درجة واحدة، أبوك أعلى، ما فيهاش نقاش. ما ترفعش إيدك وأنت بتتكلم قدامه، ما تعليش صوتك. شوف إزاي أمك تقول خلاص كلامها يتنفذ. طب لو بتأمر بمعصية، خلاص المعصية ما ننفذهاش، بس نعملها بلطف ونعملها باحترام ونقدرها ونجل قدر الأم. ليه؟ قضى ربك، ده قضاء ربنا، ده حكم ربنا، محدش يقدر يعقب على حكم ربنا سبحانه وتعالى. إذا كنا بنعقبش على الأحكام البشرية، يقول لك الدرجة الأولى وبعدين راح النقض ومحكمة النقض أيد، خلاص اتأيد، الدنيا تثبتت يعني؟ لا خلاص، موضوع انتهى خلاص. ازاي ده هو كده؟ طب ما بالنا بقى، ولله المثل الاعلى، بقضاء ربنا. فقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما، واحد فيهم او كلاهما، الاثنين يعني، فلا تقل لهما اف. اوعى تطلع هوا قدامهم، مش اقول اوف، لا مش مقصود كده، مقصود ان انا اطلع هوا كده كاني متضايق كده يعني، فحش خالص، حرام، كبيرة من الكبائر. ايه رأيك؟ دي مش صغيرة، دي كبيرة، حاجة مرتبطة بعبادة ربنا. ولا تنهرهما، اوعى تزعق، اوعى تشخط، اوعى تغضب، اوعى تتنرفز، اوعى تقول كلمة وحشة. ما لقول ايه؟ وقل لهما قولا كريما. طب حضرتك يا ابي يا امي يا بابا يا ماما، حضرتك كده، مش انت قلت قبل كده، انت اقول لبابا انت قلت قبل كده؟ لا، ده امامي، ده معظم، ده قدامي. وانا على فكرة انا اعني الكلمة، انا اقصدها، معظم الاب والام معظمين. واحد يقول لك العظيم هو ربنا، لا، وفي عظيم بشري برضو. ده النبي لما بعت رسالة للمقوقس عظيم القبط، قال من محمد رسول الله الى المقوقس عظيم القبط، طبعا أنزلوا الناس منازلهم، فقال لي أخفض جناحي للأب والأم، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب غير الأب والأم في حد تاني؟ قال لي الناس اللي ربنا بيحبهم هم بيحبوا ربنا، أذلة على المؤمنين. فأنا هو بقى بقول لكل واحد، ده أخوك المؤمن، أختك المؤمنة، يلا ارفعي سماعة التليفون حبا في الله وفي رسوله ونتصالح مع بعض.